جمجمه الشبشب. فقالوا لي عمو لي انت تقلع شبشب ليه؟ قال يا ولدي كيف اعدي على دروش السده في سلميه واني لابس شبشب؟ فإلى كل مسلمي لمي 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 ربنا يودي الود ويجعل فيكم المدد ويجعلكم منصورين على انفسنا وعلى الشياطين. ربنا يبارك فينا ويجعلها دايما منحضره محضوره ومنفوحه من سيدنا رسول الله الى الكرام الى الجنس السليم وعم الشيخ وجيه. وسامحوني ان يعني انا حضرت معاكم ولادي كتير مش بتكلم، لكن اللي لادي عشان الحضر احلى من اللي يا رب يرضيك. يا انت من النور النور والله رساله وفخر. يعني انتوا كلكم عارفين سيد احمد ابو عطيه وسيد عبد الله وسيد مصطفى. ممكن نقول مش لازم لهم حل، لكن شوف الادب يا اخي. يقوم ينزل لو مره من على الحماره ويدلع الشبشب يحطه تحت باطه ويمشي حافي، يقولوا لي يا عم تقلع الشبشب ليه؟ قال يا ولدي ازاي اعدي على دراويش مش المشايخ، دراويش السادة المسلمية وانا لابس شبشب. احنا محتاجين الادب. هو ما عملش كده ضعف منه، لا ده دي قوة، قوة محبة، قوة مقدار، يعرف مقدار الصالحين ايه. فاحنا لو نطول اللي احنا نشيل انعال الصالحين اقسم بالله وهم اكرمونا. فربنا يكرمنا دايما بالصالحين ويحبنا بيهم ويخلي بلاش يسدد عينك. افتح المايك بتاع سلايد. لا 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 افتح السلايد. هو 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 في اكتر من كده مدح بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب كل يوم سر افضل ما قلته انا والنبيين من قبلي. منشد الساحة الوجهية ساحة أبويا السيد وجيه الشيخ محمد الصعيدي فليتفضل. مشكور. باش مهندس السيد الخطيب والكاميرا الخفية أبو معتصم الغالي، ربنا يبارك في معتصم وأخوه معتل والشيخ أحمد أبو علاء، ربنا يبارك لنا فيه. عند علاء أبو سليم ربنا يبارك في أولاده جميعا ويبارك في كل من ساهم في هذه الحضرة حتى بوجوده حتى بذكره. كل سنة وانتم طيبين وتفضل يا شيخ محمد. هيجي فاضل بعد كده. الفتحة لحضرة النبي وأهل البيت عم الحاج علاء أبو سليم وابن الشيخ أحمد، كل السادة المسلمية اللي حضروا وشرفوا ونوروا ربنا يبارك فيهم. أبويا الشيخ محمد أبو زغلل اللي حضر وشرف ونور، وأبويا الشيخ حسين أبو سلامة اللي حضر وشرف ونور، ولاد سيدي سعد الخير القطوية ربنا يبارك فيهم، أبويا الشيخ بدوي المداح، أبويا الشيخ السيد أبو وجيه، كل الحضور ربنا يبارك فيهم، ولاجل الحبيب المصطفى، ولاد مهنا ربنا يبارك فيهم، على العيد جميعا، الشيخ حسين العيسوي ربنا يبارك فيه، أخوي الشيخ محمد عبد المغني، كل الحضور ربنا يبارك فيهم بسر أسرار الفاتحة. نور أبو الشيخ محمد. هذه لا مشكلة عن ضغط سيد لا وعليك نموت
علينا وبنا نبعث إن شاء غسنا أدركنا سل عنا يا منى عينك يا أعظم المرسلين يا نجاة الهالكين يا تجرة للمادحين يا قمر النبيين يا شيخ الأنبياء يا إمام العارفين نقطة مركز بان الدائرة الأولية يا أول الخلق لما خلق يا علمي بعد جهلي ويا نور بعد ظلام يا جبري بعد كسر ويا عزي بعد ذل يا كريم الوالدين يا إمام القبلة يا شفق على اليتامى والأرامل والمساكين يا واصل المنقطعين يا ساقي المدام للذاكرين يا عمدة المتحققين يا جد الإمامين يا جد الأسادين يا جد القمارين مولانا سيدنا الحسن الذي سماه ربه ومولانا سيدنا الحسين سوق الوصال كوكبانا كوكبانا بينهم زينب تولاني كوكب الوطن قد أضاء الليالي يا سيدي علي يا سي السيد علي يا زين العابدين يا طبيب المباني يا دوى دوى للروح غالي يا طبي أنا ويا سندي يا شفاء شفاء مرضي عروس القيامة مظلل بالغمامة متوج بالعمامة يا ابن رامة يا صاحب الضحكة
البرقة الخلامة يا صاحي فالخلق العظيم يا I'm gonna go.
مني.